لنا ليه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فرقة القمر داي، انت مين؟ حكمت. حكمت مين؟ مرتك. مرتي؟ ايوه. تحب اوريك الجسيمة؟ لا انا ما سكرنش، انا ما سكرنش. امال مين بوز الاخت اللي كانت واقعه على الشباك داي؟ دي ستوته الماشط. ماشطه؟ ربنا يحرقها، دي كانت حتضيع علينا الليله كلها. ليه؟ لهو انت افتكرتها؟ افتكرتها انت وقفلت من الدنيا والدخل كله بسببها. يا مسكين. بس ملحوقه حكمت، انت حلوه قوي. معقوله في بنات حلوين كده بلدنا؟ بلدنا فيها الخير كتير، لكن عيالها اللي زيك سايبينها ومش دارين بيها واصل. صح. بقول لك ايه، ما تيجي في باطي هبابي. لا. ايه في ايه؟ مش دلوك يا بنت، مكسوفه مني ولا ايه؟ ده انا جوزك. على الورق بس. قصدك ايه؟ ما فهمش. يعني كل شيء بتوعي. بس النهارده فرحي ودي دخلتي وده حق الشرعي. كل شيء بالخناق الا الحاجات دي بالاتفاق. طب ما تيجي نتفقوا يا بنت الناس. تعالي. مش دلوقتي. امال متى؟ لما ياذن ربنا وتنفذ اللي في راسي الاول. وايه اللي في راسك يا بنت؟ قولي. ترجع لي ورثي اللي نهبه عمي صادق به بعد موت ابوي. فقد وقته دلوقتي. اعجلي يا حكمت وخلي الليله دي تعدي على خير. لا، انا ما هبقاش حلالك وخدمتك ومرتك غير لما ترجع لي ورثي اللي نهبه عمي. قدري نصيبك من ورث ابوكي وانا اديهمك من جيبي. لا، انا عايزه ورثي من جيب عمي. وحنقعد اخواتك كده لحد ما اجيب لك ورثك من عمك؟ والله انت وشطارتك يا دي. اليوم المطين بطين والله. ورجعت لاصلك يا ابن بتعه الكتعي، ولبست اللاسه والجلابيه من فات قديم وتاه يا مصطفى. الا بالحق انت منين؟ بقال اكتر من سنتين اعرفك ومعرفش نقبك من ايه. نابي ولا نابك اللي هيطلع على شوني. شكلك كده زرع اسفلت، مالكش اصل واصل. هو عليك انا تقول عليا كده؟ انا فلاح، فلاح ابن فلاح من كفر الشيخ. كفر الشيخ. ايوه. اجدع ناس. طب والمنديل؟ واهلك اللي برا عاوزين يطمنوا عليك، اقول لهم ايه؟ قول اللي تقوله، انا ما يهمنيش حد واصل. اليوم بقى من اوله. اسمع يا هدان. اوامرك يا سيدي. عاوزك تجيب لي سكينه وفروجه صاحيه، وعاك حد يلمحك. وانت عاوز الفروجه في ايه يا سيدياب؟ عشان اذبحها لمرتي بدل القطه. بسه يعني؟ ايوه يا زفت انت. طب ما انا ممكن ادور لك على بسه. لساك حتدور؟ جاتك ضربه تفك لحم صدرك. وهدان، وعاك حد يلمحك او تعوق. نازل يا حبيبتي، مش عايزه حاجه؟ ايوه يا زوز. سوري يا حبيبتي والله، معلش نسيت. لا تعال، عايزه اكلمك في حاجه.
اموري يا حبيبتي، في ايه؟ الدخله دي ما بحبهاش. حرام عليك. بص بقى، فاكر نجوى صاحبتي مرات المقدم ماجد؟ مالها؟ اصلها هي وجوزها كانوا حاجزين شقه في مشروع الشرطه القديم واستلموها، شطبوها وعرضينها للبيع. طب واحنا مالنا؟ قالوا لك عايز مصر. بالراحه عليا يا زوز، ما انا جايه لك في الكلام اهو. اللي انا بتكلم فيه، ايه رايك ان احنا كمان نعرض شقتنا اللي في المشروع الجديد للبيع؟ وبعدين ونكمل على ثمنها ونشتري شقتهم المتشطبه وننقل فيها. ليه يا حبيبتي؟ عشان نبطل ندفع فلوسنا في ايجار جديد زي ما احنا بنعمل دلوقتي. بصي، هو كلام معقول من ناحيه النظريه، بس عمليا اشك. ليه بقى يا زوز؟ لان اكيد صاحبتك طالبه اوفر، دي مستلمه ومشطبه كمان. لا، دول لسه عليهم اقساط. اديكي قلتيها، يعني هندفع لها ثمن الشقه والاوفر ونكمل الاقساط. يا حبيبي، ما هم الاقساط بتاعتهم اقل مننا بكتير، وبعدين الاوفر بتاعهم 50,000 بس. بس بس والله انت حلوه قوي. انا عارفه. بص، انت لازم تفهم الموضوع، هم دلوقتي مزنوقين ومحتاجين يبيعوا شقتهم. احنا لو حاولنا نبيع شقتنا هنبيعها اسرع منهم بكتير، لاننا في الدور التاني. امال هم شقتهم في الدور الكام؟ فوق خالص، اخر دور. ده انت ناوي تقطع نفسنا بقى. والله العظيم ما عايزه اقطع نفسنا، انا عايزه اخلص بس من الايجار الجديد اللي احنا بندفعه كل شهر، ونفسي نقعد في شقه ملك. ايوه، بس هجيب منين ال 50,000 دول يا امان؟ مش انت لسه ليك نصيب في ورث مامتك في بيت الحلميه؟ ما انت عارفه البيت معروض للبيع من فتره ومفيش مشتري مناسب لحد دلوقتي، واكيد مش هنبيعه باي سعر. يا زوزه بقى، لازم نتصرف بسرعه قبل ما الشقه تطير مننا. خلاص، بص انا هقول لك حاجه، انا هحاول استلف من ماما وانت تحاول تستلف من الحاج، ايه رايك؟ خلاص، سيبي الموضوع ده وانا بفكر فيه. سلام. انت صاحيه متشيكه ومتنتجه كده على الصبح، رايحه فين؟ لا، ده كاجوال شيك على فكره، رايحه لنجوى. يا دي نجوى اللي عرفتينا بيها يا شيخ. وهعدي على منيره بعدين. سلمي لي عليهم. حكمت. نعم. انت من امبارح القاعدة دي؟ ايوه. انت عليكي ذنب بتخلصيه؟ الذنب ذنب عمي اللي جوزني ليك غصب عشان خاطر مصالحه مع عيلتكوا تمشي. طب لما هو ذنب عمك بتخلصيه مني ليه؟ عشان انت دلوك جوزي، يعني حالي ومالي وكل حاجة ليه في الدنيا. افتكرت دلوك اني جوزك؟ كان فين الكلام ده ليلة امبارح؟ اسمع يا بت، انا صح تربيت في مصر وتعلمت في مدارسها، لكن في الاول والاخر انا راجل صعيدي، ما اقبلش على نفسي واحدة ما رضياش بي، ونظام لو الدراع بتاع الحريم ده ما يخيلش علي، لو ما عاوزاني شيء اطلقك ودلوك. لكن لو عاوزاني ومن غير غصب احطك في عينيا التنين وخليكي ست الناس كلها، ولو ليكي حقي فخر الدنيا حجبهولك، بس كله في الادب والوصول. حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك، فاهمه ولا لا؟ يا ست، انت دخلتي المحل وخرجتي من غير ما تشتري حاجه، ممكن اعرف ليه؟ ما لقيتش طلبي. وطلبك ايه ان شاء الله؟ نشادر شابه حبه البركه. كل الحاجات دي موجودة عندنا بعون الله. الراجل اللي جوه قال لي مش موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي معايا وأنا أجيب لك طلبك. تعالي يا ست. يا منير، يا منير. يا ابني يا حبيبي، أنت مش عندك شابة وحبة البركة؟ في ومفيش. يعني إيه في ومفيش؟ فزورة دي ولا إيه؟ لا أبا، مش فزورة حاجة، الشابة عجزت خلاص ولبست بالحيط، ما عادتش شابة. وحبة البركة عطنت وعفنت وراحت منها البركة. يا ساتر يا رب، مش عايزة حاجة يا أخويا. السلام عليكم. مفيش سلام يا حبيبي. سلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. أنت يا ابني بتطفش الزباين. ودول زباين دول؟
كل واحده داخلاني مطبقه جزء نهايات في ايديها وعايزه تشيل المحل كله. روضة يا ابني، احنا هنتبطل على رزق ربنا. يابا يابا انا ما بتبطرش، كل اللي احنا بنجمعه ده شويه ملاليين، احنا عايزين بقى نشرط بطنا ونعدي ونشتغل في الملايين والالوفات. انت عارف تكسب قروش لما هتكسب الوفات؟ انا مش عارف انت طالع لمين وعامل لي نفسك فلحوس. يابا اسمع كلامي يابا، احنا عايزين نطور المكان، عايزين نشتغل حاجه تانية خالص. تشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ عايزين نفتح المحل ده سايبر او كوفي، وبدل الزباله بتاعت العطاره دي اللي كل شويه نعطس منها طول النهار. والله ما زباله الا دماغك وافكارك الخايبه. جكنست العطار بتتباع بفلوس يا خايب، والعطاره اللي مش عاجباك دي هي اللي ربتك وخليتك انت واخواتك بني ادمين. اهو احنا اتربينا من كنازه العطار. يابا عشان خاطري بقى، عشان خاطري بقى ما تحطمنيش، ما تحطمش مع طموحاتي. طموحاتك؟ طموحاتك ايه يا فاشل؟ ده النمله بتفهم احسن منك. ده انت قعدت في الثانويه العامه 5 سنين وتقول لي طموحات؟ ما هو خالك برضه كان عنده طموحات واخرته او مرمي في السجن وعليك امبيالات وشيكات.